القبض على 4 من المغردين المصريين اللي أساءوا خلال تغريداتهم العلاقة بين نعم. مصر والكويت ولا المظاهرات. نعم. حقيقة هذا الخبر والإجراءات اللي قمتوا فيها. هذا الموضوع للأسف أنت عارف من حصلت المشاجرة في أحد المجمعات مجمع الرحاب يكون واقعي يعني بالتحديد في منطقة حولي. وذاك اللحظة نزلنا بيان وطلعت معاه كان في التلفزيون ووضحنا حقيقة هذه المشاجرة وأبعادها وذكرنا بأن القانون هو قانون واحد يطبق على المواطن ويطبق على المقيم لذلك حق راح تاخذه ما حد يسلبك هذا الحق طالما أنك أنت تملك الأدلة والبراهين أن الحقوق كلها معك لكن أسلوب شريعة القاب وكل واحد يأخذ حقه بيده والأمور هذه كلها لا وزارة الداخلية ما راح تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الموضوع راح نتخذ إجراءات وأقصى الإجراءات اتخذناها في هذا الموضوع نعم. في المقابل طبعا أمام هذا الموضوع في هناك وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تكلمت الحقيقة في أمور يعني خاصة للأمانة يعني من بعض المغردين تكلموا خاصة في الفيسبوك بالتحديد في تأجيج الجالية المصرية بالتحديد يدعونهم إلى التظاهر إلى الاعتصام إلى ترك أعمالهم إلى عملية الخروج للشارع إلى العصيان إلى أمور كثيرة جدا يعني مثل تحريض مباشر هذا صحيح صحيح تمكننا الحقيقة كوزارة الداخلية واللي يعتقد إن والله هي بعيدين عن عيون ورقابة وزارة الداخلية يعني. لا إحنا لنا عيون ولنا متابعة ولا نقبل مثل هذه الأمور لتسيء أساسا إلى أبناء الجالية نفسهم يعني. وتسيء حتى على الأقل الوطيدة الوثيقة ما بين البلدين الشقيقين يعني. نعم تمكننا بأن ضبطنا يعني أحد المتهمين وليد السويسي هذا يشتغل مهني في وزارة الداخلية ياسر عبد هو محافظ قرآن بوزارة الأوقاف مصطفى محمود مراقب بإحدى شركات سيارات نقل الأجرة أو تكاسي أو شيء من هذا القبيل ومعهم سيدة منى محمود هذه عاملة نظافة في إحدى رياض الأطفال وادعت الحقيقة ادعت في حسابها على الفيسبوك أنه هي دكتورة ودكتورة أطفال في الناحية هذه. وإنه بجامعة الكويت نعم. نعم. إنه كانت بجامعة الكويت لها موقع. جامعة الكويت أيوة ودعت هذا الموضوع. فبالتالي على طول إحنا يعني تمكننا من رصدهم وتم ضبطهم وتم التحقيق معهم والتحقيق يقف مجراه في هذا الموضوع. عميد عادل كانوا مع بعضهم يعني ولا كل واحد لا لا, لا 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 كل واحد اتجاه ما يربطهم أي سر بس كل واحد منهم كان عنده جروب معه كل واحد منهم كان معه جروب وكان هم يعني متحدين على هدف واحد للتأجيج والتحريض والدعوة للخروج في المظاهرة. حلو. وكان هناك يعني 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 مثل ما يقول نية في عملية القصف بالخروج وتظاهر وتعريض في المظاهر. فبالتالي يعني مثل هذه الأمور يعني لا يمكن أي حال من الأحوال أي كان يخل بالأمن يخل بالنظام العام يخل بأي شيء يتعلق بالأمن وأمان هذا البلد لا نقبل في كوزارة. صحيح. اتخذنا إجراءاتنا وبالعكس يعني تعليمات مباشرة من يعني القيادة العليا في وزارة الداخلية بأن الصور تنشر والأسماء تنشر وبالتالي كل هذه الأمور توضح للجمهور وبالتالي حتى يعرفون من هو اللي يحرض وما هي صفاتهم وشنو أساسا بداخلهم من 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 قصد قد يكون أبعد بكثير من الشيء اللي هم يتكلمون عنه وبالتالي هذين لا يستحقون أن يعيشون داخل هذا البلد نعم. اللي يأخذون من خيره ومن أكله ويعيشون نعم. داخله نعم. وبالتالي ينعتون أبناء هذا البلد لهذه الصفات. حلو. النقطة الثانية انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي